أغرب مواقف ردود أفعال في عالم كرة القدم، لن تصدق هذا الجنون. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. لكل فعل هناك رد فعل، ولكن في عالم كرة القدم الأهداف الجميلة يكون عليها ردود فعل رائعة، سواء بالإعجاب أو الانبهار. لكننا في هذا الفيديو سنختلف معكم قليلا، إذ سنشاهد أغرب مواقف ردود أفعال في عالم كرة القدم. لنبدأ. بعد أن سجل كيفين دي بروين هدفا في شباك ريال مدريد عن طريق ركلة جزاء، هنا حسرة هذه المشجعة على فريقها الذي سيقصى من دوري أبطال أوروبا. ترجع الكرة من الدفاع ليسددها لاعب تشيلسي من خارج منطقة الجزاء في الزاوية 90 على يسار حارس مرمى توتنهام، ليشعل الجماهير فرحا. وهنا ردة فعل أنطونيو كونتي واللاعبين على هذا الهدف الرائع. بعد أن تصدى حارس المنتخب الدنماركي لكرة لوكا مودريتش من ركلة جزاء، شاهدوا ردة فعل المدرب والمدرب الآخر للمنتخب الكرواتي، وهنا رد فعل الجماهير الصاعق لتصدي هذه الكرة. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الفرصة من لاعب نابولي، والذي قام بإهدارها بهذه الرأسية خارج الشباك، وذلك ليحرم فريقه من التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما ترك الفرصة لفريق يوفنتوس والذي كان يشاهد المباراة ببث مباشر حتى يعرف كم النتيجة. وهنا فرحة اللاعبين لخسارة نابولي وتأهل يوفنتوس لدوري الأبطال العام المقبل. كرة رائعة من لاعب باريس سان جيرمان وضعها لوب من فوق الحارس، لكن ميسن ماوت قام بإيقافها على الخط تماما. Doing crazy dreaming.
يمكنكم أن تتابعوا فرحة هالاند وردة فعله. رأسية جميلة، انظروا إلى ردة فعل هالاند الغاضب للغاية وأخذ يركل الهواء. بعد أن سجل اللاعب لوك شو هدف التعادل، يمكنكم أن تشاهدوا ردة فعل الجماهير، وهنا ردة فعل ديفيد بيكهام مع هذا الممثل الشهير. هنا يدخل ليونيل ميسي مراوغا لاعبي مانشستر يونايتد بشكل جميل للغاية، ويضع الكرة على الزاوية الأرضية اليمنى للحارس ديفيد دخية، وهنا ردة فعل لاعب مانشستر يونايتد وبول بوغبا على هذا الهدف. كرة رائعة تصل إلى لوكاكو ليضربها رأسية قوية فيصدها حارس مرمى أرسنال، وهنا شاهد إعجاب لوكاكو بهذا التصدي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.